في الحج لم يفعل الحاج طواف الوداع. هو طواف الوداع الحقيقة اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من ذهب إلى الوجوب وهو قول أكثر أهل العلم بما فيهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى، الحنفية والشافعية والحنابلة، وهناك من قال بسنيتها وسنيتي وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى وداود الظاهري وابن المنذر رحمه الله وجماعة من السلف. والله تعالى أعلم، لعل الراجح الذي يترجع عندي ما ذهب إليه المالكية إنه هو من السنة مستحب ليس من باب الوجوب، وعندهم بعض الأدلة على أنه مستحب. من أدلتهم أنه النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس يتفرقوا من منى، فأمر أن يجعلوا آخر عهد بالبيت الطواف، فما أمر بإرجاع الذين ذهبوا لواحدة. الناس المشوا ما قال رجعهم، خلاهم مشوا ولا طالبهم بشيء. أسقطوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الحائض وما طالب ببديل ولا طالب بدم ولا بأي شيء، أنه طواف الإفاضة إذا تأخر أجزع عنه وأسقطه، ودليل على سنته انه اهل مكه ما مطالبين والواجب مطالب به والمكي والافاقي والميقاتي، فضي ضمن الادله التي ذكروها يعني، والله تعالى اعلم. شكرا لك فضيله الشيخ، ونرجع لكن ما معنى انه الناس يزهدوا فيه يعني. اي الناس لو طاف افضل، لكن لو ما طاف ما عليه حاجه والله اعلم. وما اجمل ان يكون اخر العهد بالبيت. صحيح.